والبخاري صغير خرج كان له حساد وهو طفل الأقران، فغضبوا من يعني نباهته وحفظه وسرعته وتكلموا عنه، وعاد إلى أمه فهبت موجة من الغبار فدخلت في عينيه وهو عائد إلى المنزل فكف بصره. رحمه الله. في عمر كم دكتور؟ 5 سنوات. لما عاد يقول يا أمه لا أرى، فغضبت وحزنت على ابنها واستدعت الطبيب وكشف عليه، قال إن الأمل في شفائه ضعيف لأنها موجة عاصفة شديدة ذهبت بالبصر. لا إله إلا الله. فأصيب بالعمى. العمى كف. فقامت أمه، وكان حريصا على القراءة والحفظ، فإذا استعار كتابا يقرأه له أخوه أو زميل له، قد تنتهي مدة الإعارة ولم يقرأ الكتاب فيبكي ويحزن. فأشفقت عليه أمه وقامت تدعو الله تعالى وتتضرع في الأسحار أن يرد على ابنها بصره، فرأت إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام وقال يا أم محمد إن الله قد، طبعا كان لها مبلغ أقرضته امرأة فقيرة فحل وقته وهو لا يوجد عند تلك المرأة المعسرة، قالت وهبتك المبلغ الذي عندك لعل الله يشفي ابني ويرد بصره. الله الصدقة. صدقة، لأنه ورد حديث داووا مرضاكم بالصدقة عند البيهقي وغيره وفيه ضعف لكن معناه صحيح وله شواهد. إذن قال يا أم محمد، لما رأت إبراهيم عليه السلام قال إن الله قد تقبل صدقتك وقد رد على ابنك بصره ببركة دعائك وتضرعك. فما انفجر الفجر إلا وقد قال يا أمه لقد أبصرت. الله أكبر. عاد بصره. الله أكبر. عاد بصر الإمام البخاري، وهذه القصة عجيبة يعني ومروية ثابتة بالأسانيد، ذكرها صاحب تاريخ بخارى وهو غنجار، وذكرها اللالكائي، وذكرها يعني عدد من الخطيب البغدادي وعدد من صنف في تاريخ شفاه الشافعي الإمام البخاري. نعم عفاه الله. نعم رد الله بصره. هنا الـ الـ الأم دور الأم، وكانت حريصة على أن يواصل مشواره في العلم وتسمع طموحه أنه سيؤلف صحيحا، سيؤلف صحيح كتاب يجرد فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرح لهذا الطموح. ولذلك الأم مدرسة، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. يقول الشاعر في مثل هذه الأم ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الله. كما قال أبو الطيب. إذن هنا دور الأم، الأمهات التي صنعنا رجال، يعني المدارس العظيمة التي خرجنا البخاري والإمام مالك وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري، أمهات يعني عظيمات. فهذا دور الأم، فإنها أعظم مدرسة، وحرصها على ابنها ومتابعة والدعم وتذليل السبل، وليس أن تنشغل بأمورها وشؤونها الخاصة فتهمل الأولاد. ولذلك الرسالة العظيمة التي كلفت بها الأم، والأم راعية في بيتي زوجها. نعم مسؤولة عن رعيتها. ولذلك أمير الشعراء أحمد شوقي يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من أو من قد مات والده، ولا ذاك إن اليتيم يتيم علم الأدب، هذا بيت آخر. لا يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هذه الحياة وخلفاه دليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. مشغول. الله الله. في القصيدة المشهورة التي يقول فيها قم للمعلم يوفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. إذن يقول إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. سبحان الله. الأب مشغول في وظيفته والأم متخلية عنه في أمورها الخاصة، ضاع الأولاد. ربما كان اليتيم الحقيقي الذي فقدهم
يعني يجد من يعطف عليه ويرأف به ويهتم به، أما هذا يقول والديه موجودين أصلاً. نعم. معنهم متخلين أو مشغولين. كلا أب ولا أم، يعني وجودهما كعدمهم.